فمطلوب منك انه انت تكتب برنامج لطباعه الارقام من 0 الى 10. ممكن يتبادر الى ذهنك انه انت ايش تعمل؟ مش بدك الارقام من 0 ل 10؟ هاي برنت 0 برنت 1 برنت 2 وبتكمل لل 10. بتكون ساعتها انت مالكاش علاقه بالبرمجه خالص. شو السبب؟ بيطلع الجواب صح، بيطلع الجواب صح. لو انا كملت العشرة يو 0 1 2 3 4، بس انت بتكون بتفكرش بطريقه برمجيه. طريقه برمجيه انه انت بدك تدي تعليم على جهاز الحاسوب انه هو بشكل متكرر انه كل مره يطبع لك رقم من 0 ل 10. 0 1 2 3 زود 1 يعني. فبالتالي هذا الاسلوب مش صحيح. فبدك تعمل while تكرار، بدك تستخدم تكرار. فهنا ممكن تقول n بتساوي 0 while الان مش انت بدك لغايه العشره اقل من او تساوي العشره، بدي العشره تكون داخله فحطيت اليساوي. ايش اعمل؟ print n. بس اذا تركته زي هيك ايش بصير؟ الى ما لا نهايه. هاي يجرب، هاي أصفار. شايف كيف الشاشة قاعدة؟ شايف السكرول كيف بينزل تحت هنا؟ أصفار. تعمل له ستوب من هنا. ليش؟ لأنه هل الصفر أقل من العشرة؟ أقل، اطبع لي إياه. ارجع مرة ثانية، هل الصفر أقل من العشرة؟ اطبع لي إياه، وهكذا إلى ما لا نهاية. فأنت إيش بدك تضيف؟ عشان يصير بريك لهذا الشرط بدك تضيف N بتساوي N زائد 1. هاي من 0 لغاية العشرة. ليش الطريقة الأولانية ما بتنفعش؟ لأنه تخيل حالك أنه ايش عملت إلى تخيل حالك أنه أنا طلبت لغاية 100، بتقول لي برنت 1 برنت 2 لغاية 100، بزبطش. لكن هنا بهذا الكود هيو بيشتغل، بس مجرد ان انت تحط الشرط هنا 100 بيشتغل معاك للعشرة وبيشتغل معاك للمية. طب ايش رايك ابسط لك هذا الكود اكتر من هيك؟ ايش رايك ابسط لك هذا الكود اكتر من هيك؟ بدك تسال في الواي؟ لكن انت بتبدا بالعكس. بس انا قلت لك من 0 الى 100 مش من 100 الى 0. تمام؟ اذا من 100 الى 0 بدك تعمل تنازلي وبدك تعمل طرح. n بتساوي n ماينس 1. مش غلط يعني، بتخسر كل العلامه يعني. تمام؟ هكذا ايش رايك ابسط لك اياه هذا الكلام؟ بدل ما انت شايف كم سطر هادي، هاي سطر تنتين ثلاثة أربع أسطر أختصر لك إياهم في سطرين. بدل ما أنت تعرف متغير وتعمل الوايل وتعمل الزيادة أنت عندك في المتغير، غير مكانك يا أستاذ، غير مكانك. إيش بروح بعمل؟ فور n in range، بدي احط لك اياها قصدا 10 عشان انت تعرف ايش بيطلع لك. نقطتين print n، هي اختصرنا لسطرين. والشرط فيش شرط n تساوي n زائد 1. هنا انت بتقول له انه انت اعمل لي تكرار من 0، هذه range معناها من 0 الى 10. فاول مره الان بتكون 0، ثاني مره بتكون 1 2 3. شوف الناتج، نفس الناتج 0 ل 10. بدك اياها ل 100، هاي 100. صعب
خلينا نرجع للعشرة عشان إنه فعليا من صفر إلى تسعة. من صفر إلى تسعة عبارة عن عشر أرقام، اللي هي التسعة بالإضافة للصفر. فأنت كيف بدك تعملها؟ بتعملها من صفر لحداش. والمية نفس الفكرة، تروح بتعمل مية وواحد، بروح بتبالك من صفر إلى مية. كيف؟ هلقيت هذا الرينج، تبدأ لك سلسلة من الأرقام تبدأ من الصفر وبتنتهي عند الرقم اللي أنت بتحطه هنا. لما أقول لك رينج عشرة بيبدأ دائما من الصفر لغاية العشرة، تمام؟ فبالتالي بريحك، بدل ما تقول أن بتساوي صفر، ريحك من الأن بتساوي صفر. وإيش ريحك كمان؟ من الأن بتساوي أن زائد واحد، لوحده بيزود، تمام؟ فخليني أنا أرجع لك الكود القديم. هاي شايف؟ بدي أعمل له أعلقه زي هيك، وهنا تشوف تقارن for i أو for n in range 10 أو 11 زي ما اتفقنا إنه print n. هذا أنت ممكن تختار المتغير اللي بدك إياه، بدك إياه n، بدك إياه x، number اللي بدك إياه، تمام؟ فأنت ارتحت من هاي وارتحت من هاي، هو بعملها، هو بعمل لك إياه، تمام؟ فانا الان جبت لك الجزئيه الاولى من السؤال، لانه لما احكي لك هنا اكتب برنامج لارتباط الارقام من 0 الى 100، مش حتيجي تكتب برنت 0 برنت 1 برنت 2 وتضلك ماشي لل 100، لا مش مزبوط. بدك تكتب، بدك تعمل تكرار. ايش التكرار عندنا؟ الوايل والفور. مين ابسطهم لك الان؟ الفور اسهلهم، تمام؟ بالضبط. طيب هيك انا سهلت عليك المهمه الاولى، انه انت جبت رينج الارقام او مدى الارقام كله من صفر الى عشرة. نيجي نرجع للسؤال تبعنا. كيف بعملش ايش يا استاذ؟ اقرا نص السؤال. هل كنت طلبت منك اعداد زوجيه؟ لا. لما انت شفتكم انه انت متصعب، رحت ايش عملت؟ بسطت المساله، طلبت منك مساله الاولى انه انت تطبع لي الارقام من صفر الى عشرة. عرفنا كيف نطبع. هاجي بدنا نيجي للسؤال الثاني. السؤال الثاني، اكتب برنامج لطباعة الأرقام، مش أي أرقام، مش بشكل متسلسل، فقط الزوجية. إيش يعني الزوجية؟ بتقبل القسمة على 2 من 0 إلى 10. اللي بيعمل لي في الامتحان برنت 2 برنت 4 برنت 6 8 هذا بيكون ملوش علاقة في البرمجة، صح؟ هذا الاول ليش؟ لانه انا لو غيرت عندك السؤال من صفر الى 100 مش هتقدر تكمل. ايش فايده انه انت دراستك للكمبيوتر وانت بتعمل لي الشغل هذا يدوي؟ لا، اكتب كود هو بيسوي لك هاي الشغله، تمام؟ فالان نفس المبدا، انت راح تلف على كل الارقام، ركز معايا، وتحدد كل رقم اذا بيقبل القسمه على 2 او لا. لاحظ معايا ايش بحكي انا، وتحدد كل رقم اذا، واخد بالك من اذا؟ بيقبل القسمة على 2 ولا لا. هيك يفترض كلكم تحلوا السؤال، هيك يفترض كلكم تحلوا السؤال، اوضح من هيك مفيش. نكتب اذا الصفر، اذا الرقم، اذا الرقم يعني انا بشوف بحكي بالناتشرال لانجويج، بحكي بلغتنا، يفترض انت ترجمها ككود. إذا الرقم بيقبل القسمة على 2 اطبع لي، هاي المطلوب في السؤال. تعال
تايم. انت فكر في البرنامج بالطريقة هاي. انت مطلوب منك تبعت الارقام الزوجية من 0 الى 10، مش كل الارقام بس الزوجية منها. فبالتالي نص الحل انه انت ايش تسوي؟ تلف على كل الارقام. فور ان ان رينج 11 برنت ان، هذا نص الحل، هذا نص الحل، انت تلف على كل الارقام. تاكد شغال، شغال 012. حكيت انا بديش كل الارقام، بدي اللي بيقبل القسمة على 2. كيف بدك تعرف اذا بيقبل القسمة على 2 ولا لا؟ بتقسم الرقم على 2، اذا الباقي، اذا في باقي بيبقى بيقبلش، اذا ما فيش باقي بيقبل. يعني 4 تقسيم 2 في باقي يبقى زوجي. طيب 3 تقسيم 2 قديش؟ 1 وباقي 1. تمام؟ فبالتالي بدك تحط هذا الشرط اف الان باقي القسمة تبعها على 2 بيساوي 0، إذا باقي القسمة تبعها بيساوي 0 معناها تقبل القسمة، اللي هو 4 على 2، 8 على 2، 6 على 2، فيش باقي قسمة. وين بيكون في عندك باقي قسمة؟ عند الخمسة وعند الثلاثة وعند السبعة. إذا تحقق هذا الشرط ساعتها بطبع. ما هو قل لي كيف بدك تسوي هذا انتجر؟ هذه عبارة عن كيورد. غلط، بيقبلهاش منك، بيقبلهاش منك خالص. بعملش ايرور، بيشتغلش. بعدين انت لما تيجي تقول تقسيم ماشي، بقول لك انه انت تفحصها كانتجر، هذا في يعني جدلا لو وجدت هذه العملية، بس في البايثون ما فيش عنا العملية هذه، تقول انه انتجر ولا مش انتجر. فكيف بدك تعرف انه انتجر ولا مش انتجر؟ لا، ما انا عملت قدام معكم ما ضبطش. كيف؟ من غير باقي قسمة بنفع هذا الاشي؟ هذا سينتاكس ايرور، انه انت قاعد بتقول له اذا اثنين، اذا ان تقسيم اثنين وهي باقي قسمة، اذا بدك كمان اذا باقي القسمة وسكتت. يعني تخيل حالك انه انا بحكي معك بقول لك اذا باقي القسمة وسكتت، باقي القسمة ايش ماله؟ اكبر ولا اصغر ولا يساوي ولا لا يساوي؟ فهيك الكود ناقص. برضو تخيلني قاعد بحكي معك، اذا كان الاثنين تقسيم الان تقسيم الاثنين يساوي وسكتت، بعدين معك. فانت بدك تفحص هنا، خلي بالك عندك خطأ شائع انه انت بتحط هنا يساوي. هذه assignment بدك تستخدمها مع الاف دائما، يساوي يساوي. اذا تحقق هذا الشرط ساعتها بطبع الرقم. انت عارف انه انت من مستخدمين الغلبويين، يعني انت لازم نعمل لك try و accept. تمام؟ فبالتالي انت عندك لو هنا انا غيرت من 5 الى 100 برضو انت بتقدر تعملها. كيف؟ تحط هنا 5
هنا البداية وهنا 101. شايف كيف انه الرينج انه بتريحك؟ اجيت لو انت ما اديتش قيمة بشكل افتراضي ببدالك من الصفر. لو اديت قيمة 5 فاصلة ببدالك من 5، بدك 5 6 7 8 9 تمام؟ هيو 6 8 10 12 14 16 لغاية 100 تمام؟ فهذا الكود على أي نطاق أرقام بيشتغل، ما فيش مشاكل، مش بزبط معك مع أرقام وبزبط معك مع أرقام تانية. إذا أنت كنت عامل عملية الجمع أنه أنت كل رقم تجمع عليه 2، ممكن الرقم اللي أنت بتبدأ منه ما يبقاش أصلاً رقم زوجي، بيكون رقم فرضي، فبالتالي الحل تبعك بيطلع مش صحيح. تمام؟ واضح يا شباب؟ كيف؟ حيجي يفحص هل الخمسة الباقي القسمة تبعها على 2 بتساوي 0؟ لا، في باقي قسمة. 5 على 2 4، وباقي القسمة قديش؟ 1. في باقي القسمة، يبقى مش حيطبع. هيو بدأ من وين؟ من الستة. تمام؟